أنا ريهام، سني 31 سنة، وزني 106 كيلو، وجاية بعمل النهاردة عملية تكميم في مركز دكتور كريم صبري. عندي مشكلة في الفقرات بتاعت ظهري ومشكلة في فقرات الرقبة، جالي مشكلة بسبب زيادة الوزن، فلقيت حد قريبي كان عنده نفس المشكلة تقريبا وعمل العملية مع دكتور كريم، ولقيت في فرق معايا جامد بعد كده، حس بتحسن كبير، فقررت ان انا اعمل العملية مع دكتور كريم، وان شاء الله يعني تجيب نتيجة كويسة، واشوفكم بإذن الله بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة من ضمن حالات الليست مدام ريهام، 106 كيلو، احنا هنعملها تكميم معده. تكميم المعده هي عمليه بتجرب المنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى. من ضمن حالات الليست النهارده في تكميم، في تحويل، في عمليه اصلاح لجراحات سابقه. طبعا تكميم المعده بنستصل جزء كبير من المعده، بنبقى جزء صغير على كاليبريشن تيوب. الحقيقه طبعا ان الجزء ده بيكفينا بوجبه صغيره، بنشبع بسرعه، ما بنجوعش على فترات كبيره. ان شاء الله يعني اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد العمليه، بعدها بنخرج لنشاطنا، ممكن اقضي يوم في البيت ما بعد العمليه، وننزل شغلنا بعد كده على طول. النزول الوزن هو نزول تدريجي مؤكد ان شاء الله ما بعد العمليه، بحيث ان احنا نرجع لوزننا الطبيعي. هنطمنكم على مدام ريهام ان شاء الله بعد العمليه باذن الله. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل، الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة، ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت، مفيش دبوس طالع ودبوس نازل.
امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. انا ريهام، انا لسه طالعه من عمليه تكميم من حوالي ساعه بالظبط. الحمد لله العمليه مش متعبه خالص وسهله جدا، وبنصح اي حد محتاج ان هو يعمل التكميم ان هو يجي لدكتور كريم صبري. بجد هو دكتور رائع جدا والحمد لله عملها بسهولة قوي وما حسيتش بأي تعب والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بطمنكم على مدام ريهام ما بعد عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي عملية الهدف منها إنقاص الوزن. عملية تكميم المعدة كمان بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بيتم استئصال جزء كبير من المعدة، بتبقى جزء صغير بناكل فيه، يعني بيزود نسبة الشبع بنسبة كبيرة، ما بنجوعش على الفترات كبيرة وبنشبع بسرعة ما بعد وجبة صغيرة. عملية تكميم المعدة هي من العمليات السهلة في إجراءها، السهلة في الإعادة للنشاط، يمكن أرجعنا لشغلنا ما بعد العملية بيوم، والحمد لله على السلامة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. السلام عليكم، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45 سنة، وزني 115، بعاني من بعض المشاكل في السمنة وقررت ان انا اعمل عملية. وبصراحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية وقررت ان انا اتعامل معاه لانه لقيته عامل حملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر، فقلت تمام اما اتفاعل معهم واشوف الدنيا ايه هتروح بينا غاية فيه. فالدكتور رحب بيا وقال لي اهلا وسهلا بيكي وتشرفينا وتعالي، انا عايزه اعمل عمليه تكميم المعده مع الدكتور كريم صبري عشان ابقى راضيه عن نفسي وعن شكلي، وتعالوا شاركونا العمليه ونشوفوا بعد العمليه بقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. مدام صابرين 115 كيلو، احنا هنعمل لها تكميم معده ان شاء الله، تكميم معده بالمنظار. عمليه تكميم المعده او تحويل المسار او التحويل مع تكميم اساسي او تحويل مسار الاثنى عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوزن. الحقيقه طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العمليه على حسب متطلبات المريض بعد اخذ التاريخ المرضي وتاريخ التغذيه، واذا كان في علاجات يعني بناخدها، والسن حتى كمان، كل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب، لأن كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفع لهم كل العمليات. الحقيقة طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في إجراها، عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة بعد العملية، بنحرك بعد ساعتين، بنشرب بعد 6 ساعات. الريهابليتيشن أو عادتنا للعمل بعد العملية، بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل شغلنا عادي. نزول الوزن ان شاء الله نزول مؤكد ويعني نزول صحي سليم، وان شاء الله نطمنكم على مدام صابرين بعد العمليه ان شاء الله. أه
دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط الشاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدبسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45. قررت ان اخلص من السمنة، ساعدني الدكتور كريم صبري وقدم لي العون وخدني من ضمن الحالات وعمل لي العملية. وكنت خايفة برضو زيكم زي اي حد تاني بيخاف، لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة ما فيهاش اي حاجة، كل ما عليكي بس ان انت يا دوبك تستفيقي من البنت. فوت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد 3 ساعات، وديني قاعدة معاكم وبشركم في اللي حصل لي مع الدكتور كريم. وبشكر كثيرا كثيرا الدكتور كريم والطاقم اللي معاه كله، وطاقم التمريض وطاقم التسويق وكل كل كل حاجه. شكرا جزيلا للدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. اطمنكم على مدام صابرين، هي عملت الحمد لله العمليه بالسلامه، عملت عمليه تكميم المعده، الهدف منها انقاص الوزن. عمليه تكميم المعده زي ما قلنا عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. ما بعد العمليه الحمد لله الافاقه كويسه جدا، الريهابيليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي في خلال وقت قصير جدا، الخروج في المستشفى يمكن في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات انقاص الوزن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العمليه اللي هي السادس اللي هي تكميم تحويل مسار الاس 12، هي كلها من العمليات الهادفه الى انقاص الوزن، كلها عمليات آمنة، كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوزن وعلاج بعض الأمراض الأخرى بنسبة شفاء قد تصل إلى 100% في السكر، وخصوصا السكر من النوع الثاني. نسبة الأمان عالية جدا، لأن طبعا احنا بنستخدم يمكن أعلى الحاجات في كل حاجة، مناظير هاي ديفينيشن، يمكن مستهلكات أمريكية بالنسبة للدباسات أو المستهلكات الطبية. أطقم طبية طبعا يمكن زي ما شفنا النهاردة
دكاتره التخدير على اعلى مستوى، المستشفيات لازم تكون مجهزه على اعلى كفاءه يعني لاستقبال حالات السمنه المفرطه. يعني فان شاء الله هنطمنكم على بقيه الحالات والعمليات. يمكن عايز اوصل ان ما حدش تاخر فيها فعلا، لان العمليات طبعا بتحل مشاكل قد تكون اجتماعيه. السمنه بتسبب مشاكل اجتماعيه كبيره جدا، بتسبب مشاكل صحيه كتيره جدا، بتسبب مشاكل يمكن في على مستوى العمل نفسه او الوظائف نفسها. فعمليات السمنه هي حلول امنه لعلاج السمنه المفرطه والامراض المصاحبه لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي تعودنا فيها نتكلم فيها على كل ما يخص صحة الرجل الجنسية والإنجابية، وزي ما اتفقنا دايما بنحاول نخرج بيها من إطار العيب أو المسكوت عنه لإطار الفهم والمعرفة والوعي. يمكن احنا في حلقة سابقة كنا اتكلمنا على الحل النهائي أو الجذري للضعف الجنسي اللي احنا قلنا انه هو زرع دعامات القضيب. يمكن الحلقة دي بعديها جات لنا على صفحة الفيسبوك أسئلة كتيرة تطلب تفاصيل أكتر عن هذه العملية، فعشان كده أنا اخترت أن يكون موضوع حلقتنا النهاردة أن احنا سؤال وإجابة عن دعامات القضيب، أو كل ما تحب أن تعرفه أو تريد أن تعرفه عن دعامات القضيب. فأنا جمعت الحقيقة هذه الأسئلة وهنحاول أن احنا نجاوب على أكبر قدر ممكن منها، وهنقول السؤال ونقول الإجابة بتاعته. اول سؤال، هو يعني ايه دعامه يا دكتور؟ يمكن احنا اخذنا فكره قبل كده انه الدعامه زي فكره مثلا دعامه القلب، هو حاجه بنلجا لها لدعم عضو من اعضاء الجسم مش قادر يقوم بالمهمه بتاعته على الوجه الاكمل. دعامه القضيب غير دعامه القلب. دعامه القضيب عباره عن انبوبه بيتم وضعها، احنا زي ما كنا قبل كده تشريحيا، ان العضو الذكري مكون من ثلاثه انابيب، الانبوبه اللي تحت ده مجرى البول، وانبوبتين من فوق اللي فيهم النسيج الكهفي المسؤول عن الانتصاب. فكره الدعامه ان احنا بنحط دعامات شبه الانبوب، كل واحده موجوده في واحده من النسيج الكهفي، انبوبتين النسيج الكهفي دول بيقوموا باعطاء الصلابه الكامله للقضيب لاتمام العمليه الجنسيه. دي هي ببساطه فكره الدعامه. الدعامات دي بتتكون من ايه؟ الحقيقه الدعامات دي بتتكون من جزئيتين. جزئيه عباره عن حاجه بنسميها سيلفر واير او جزء المعدن اللي موجود فيها، لكن هذا الجزء مغطى بطبقه من السيليكون بتخلي درجه تقبل الجسم ليه عاليه. السؤال اللي وراه كان في سؤال حقيقه، والسؤال ده مهم جدا، بيقول هل ليها سن معين؟ يعني هل في سن معين ما ينفعش اقول لمريض فيه انت ما ينفعش تركب دعامه؟ الحقيقه انه لا، كل الاعمار ممكن تركب هذه الدعامه طالما هي في حاجة ليها. بمعنى انه ممكن شباب صغيرة عشرينات تلاتينات اربعينات لغاية ستينات سبعينات تمانينات، كل دول كل الاعمار ممكن تركب دعامة، بس هي الاعتبار مش لاعتبار العمر او السن، هو الاعتبار لفكرة الحاجة الطبية اليها. يعني هل انا فعلا ما عنديش اي وسيلة اخرى ممكن اساعد بيه هذا المريض على احداث انتصاب غير الدعامة؟ لو هو دي الاجابة انه ما فيش حاجة تانية، يبقى الدعامة هي الانسب والاصلح ايا كان العمر. السؤال اللي وراه، السؤال ده برضه مهم جدا بنتسأله كتير، هل الإحساس بتاع الرجل بالمتعة الجنسية أو باللذة الجنسية بيفرق بعد تركيب الدعامة؟ ودايما الإجابة على السؤال ده إنه الحقيقة لا طبعا، لأنه الدعامة هي فقط بتحل محل النسيج الكهفي اللي هو فشل إنه يقوم بوظيفته في إحداث انتصاب كامل، لكن مواطن الإحساس كلها، مواطن اللذة كلها، الحاجات دي كلها موجودة، فالإحساس يبقى هو هو، الإشباع الجنسي، المتعة، القصف، الحاجات دي كلها هي. والقصف دي نقطة مهمة جدا، لأن في بعض الناس بيجوا يقولوا لي طب يا دكتور أنا ركبت دعامة هل هينفع أخلف؟ أه طبعا، لأن القصف ملوش أي علاقة بالموضوع، القصف موجود عادي زي ما أنت طول عمرك متعود عليه. طيب، في سؤال الحقيقة برضو، السؤال ده من الأسئلة المهمة جدا، العملية بتاعت الدعامة دي عملية بتتعمل من سنين، من الستينات، ويمكن دي مفاجأة عند بعض الناس انه كانوا فاكرينها عملية حديثة، لكن هو الحديث فيها او السؤال بيقول هو في تقنيات جديدة في هذه العملية؟ الحقيقة طبعا في تقنيات جديدة في هذه العملية. يمكن زمان لما كنا بنقوم بالعملية دي كان اللي بيحصل انه اغلب النسيج الكهفي بيتشال وبتتحط مكانه الدعامة. دلوقتي بتقنيات حديثة بقينا بنحافظ على اكبر قدر ممكن من هذا النسيج موجود، وبنحط الدعامة بجانب هذا النسيج وليست خارجه. يعني عشان بس النقطة دي فيها لغط كثير، احنا مش بنحط الدعامة بره النسيج الكهفي، احنا بنحطها جواه مع المحافظة على اكبر كم منه موجود غير متأثر. وده مهم لحاجتين، واحد ده بيساعد انه عند الإثارة الجنسية بعد العملية يحصل تدفق دم جوه القضيب، فده اللي بيؤدي ان احساس الرجل بان الوضع عنده بيفرق مع الإثارة، وده نفسيا مهم جدا.
حاجة تانية انه ضخ الدم ده بيعطي الدفء اللازم للإحساس بأن العضو ده بيتأثر بالمؤثرات الخارجية، ان الإحساس موجود، ان الشهوة موجودة، الكلام ده كله. فطبعا التقنية الجديدة ان احنا بنحافظ على اكبر كم من النسيج الكافي موجود بدون تأثير على ضخ الدم جوه القضيب. في سؤال حقيقة برضو بيتسألنا كتير، هو انا يا دكتور لو ركبت الدعامة هل الطرف التاني هيعرف اني مركبها؟ والحقيقة اجابتي على السؤال ده جزء منها، وهو ايه المشكلة؟ يعني لو افترضنا انه حضرتك لا قدر الله عندك قصور في عضلة القلب وهتركب دعامة، ده شيء ما يعبكش في شيء، يعني دي حاجة انت عندك مشكلة وعندك مرض عضوي يحتاج الى دعم، فدي حاجة ما تفرقش. لكن العموم لا طبعا ما بيبانش انك انت مركب هذه الدعامة. في سؤال الحقيقة، السؤال ده بيقول هل تصلح لمرضى السكر والضغط والقلب؟ دايما اجابتي على هذا السؤال دي هي اتعملت لمرضى السكر والضغط والقلب. طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده عن اسباب الضعف الجنسي، في بعض الامراض زي امراض السكر الضغط القلب المرضى دول في الاغلب بيعانوا من مشاكل في الانتصاب، قد تصل لمرحله انها حتى لا تستجيب على علاجات دوائيه او على حقن موضعي او خلافه. فالمرضى دول بالعكس ده هي الدعامات اتعملت عشان المرضى دول، فهي امنه جدا لهؤلاء المرضى. في سؤال كمان بيقول هو وقت العمليه بيكون قد ايه؟ وقت العملية الحقيقة هي عملية بسيطة، هي بتاخد لها حوالي من ساعة لربع ساعة، بيخرج بعديها المريض في نفس اليوم يروح بيته، يوم يومين يبدأ يستأنف الحياة حياته العادية يعني. في سؤال برضو مهم، هل الدعامة بتعالج تليف القضيب؟ لا، هي الدعامة ما بتعالجش تليف القضيب لكنها تعالج آثار هذا التليف. معروف ان تليف القضيب بيؤدي في مرحلة من المراحل الى وجود اعوجاج ثم قد يؤدي الى ضعف جنسي. فكرة الدعامة انها بتعالج المشكلتين، بتضيع الاعوجاج اللي موجود وبتؤدي الى الصلابة اللي تمكنه من اداء العلاقة الزوجية. في برضو سؤال، وحقيقة السؤال ده مهم جدا، المريض دايما يجي يقول لي يا دكتور طب انت هتركب لي دعامة، هي الدعامة دي مقاس واحد؟ لا طبعا الدعامة دي مقاسات كتيرة، لان هو زي ما احنا عارفين احجام القضيب تختلف من رجل للتاني، فطبعا هي مقاسات كتيرة. فالسؤال برضو اللي بتسأل لي طب انت هتعرف مقاسها ازاي يا دكتور؟ احنا عندنا طرق اثناء الجراحة بتمكننا من ان احنا نعرف بالظبط المقاس المناسب لهذا المريض بناء على حجم العضو الذكري عنده، وعلى اساسه بنركب الدعامه المناسبه لهذا الحجم. هل العمليه دي ممكن تتعمل في اي مكان؟ هي السؤال ده مهم جدا. لا طبعا العمليه دي انا دايما بطلق عليها ان العمليه تتعمل بالشوكه والسكينه، دي محتاجه درجات تعقيم عاليه جدا جدا جدا، انا بدخل جسم غريب في الجسم، فانا محتاج ان جسمه في اقرب وقت يتقبله، فده بيساعدني فيه اني اشتغل في مكان فيه درجات تعقيم عاليه، بمعنى مش اي مستشفى، لازم اماكن متخصصه فيها. طيب في سؤال برضو بيسالنا كتير، امتى هبدا استأنف العلاقه الزوجيه بعد زرع الدعامه؟ دايما بنتكلم ان الفتره اللي بنحتاجها عشان نستأنف العلاقه الزوجيه هي من 4 أسابيع الى 6 أسابيع بعد العمليه. هل الدعامه فيها انواع؟ طبعا الدعامه فيها انواع، في حاجه بنسميها الدعامات المرنه او الصلبه، ودي بتشتغل عن طريق انها وجودها بيدي الصلابة وبيخلي القضيب على طول في وضعية انتصاب دائم، لكن لو مفيش علاقة في امكانية لثني الى الاسفل. في انواع تانية بنسميها الدعامات الهيدروليك، ودي مختلفة شوية انها بتحاكي الطبيعي الى حد ما، بمعنى انه بطريقة معينة القضيب بيكون في وضعية انتصاب ساعة الجماع، لكن لو مفيش جماع بطريقة معينة بنعرف نرجعه لوضعية تشبه وضعية الارتخاء وليس ارتخاء كامل. في سؤال برضو، السؤال ده الحقيقة في غاية الأهمية، هل جهاز الشفط اللي احنا بنشوفه في الشوارع وعلى الإعلانات والحاجات دي كلها دكتور هو ده الدعامة؟ لا طبعا ده مش الدعامة، جهاز الشفط ده أحد الحاجات اللي يعني اللي بيقال إنها أحد علاجات الضعف، والحقيقة أنا لا أوصي به أبدا أنا وغيري من الأطباء المتخصصين، لأنه الجهاز ده مشكلته إنه ممكن في الأول يؤدي إلى نتيجة، لكن المشكلة إنه بعد شوية بيكون هو نفسه أحد أسباب الضعف، لأنه بيؤدي إلى ترهل في أنسجة القضيب، فطبعا جهاز الشفط مش هو الدعامة أبدا. طيب في سؤال كمان حقيقة مهم جدا، هي إيه العمر الافتراضي بتاع الدعامة ده يا دكتور؟ أو صلاحيتها قد إيه؟ الحقيقة ان العملية دي وانا دايما بقولها للمريض عندي في العيادة، العملية دي بتعمل مرة للعمر، بمعنى انه حاجة بتعملها تعيش بيها عمرك كله، تعيش بيها 10 سنين 20 سنة 30 سنة، العمر كله هي العملية، طالما اتعملت صح هتعيش بيها عمرك كله. النقطة الاخيرة اللي حابة اتكلم فيها في هذا الموضوع، انه وجود دعامات القضيب هو اللي خلى الضعف الجنسي مرض له حل. قبل وجود هذه الدعامات كان ممكن نصل لمرحلة ان احنا مش لاقيين اي وسيلة نساعد بيها المريض، بوجودها
بالتقنيات الحديثة اللي احنا وصلنا فيها في تركيب هذه الدعامات، ده اللي خلانا نقول واحنا مطمئنين جدا ان الضعف الجنسي بقى مرض له حل. انا بشكر حضراتكم جدا على وعد ان احنا نلتقي قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير على المشاهدين، وفقرة جديدة من فقرات الطبيب، فقرة مهمة جدا لأي زوج وزوجة إذا كان بقى عندهم تأخر في الإنجاب أولي أو ثانوي. يعني إيه أولي ويعني إيه ثانوي؟ يعني في أزواج في بداية حياتهم بيبقى عندهم تأخر إنجاب، ولكن في ناس بعد أول مولود بيستنوا مثلا سنة، بعد السنة عايزين يكون معاهم بيبي تاني، بيكتشفوا ان ظهرت مشكله وعملت تاخر انجاب. فاذا كان في الحالتين ففي مشاكل كتيره قوي بتعمل تاخر انجاب مش اي حد يعرف يكتشفها، لان في سيدات كتير بتروح تعمل حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وبيفشل، وبتقول لا ده انا رحت في مكان موثوق فيه ورحت في مكان لا عاملين فيه حقن مجهري ونجح، ولكن هو مش في كل الحالات ممكن ينجح، لان ممكن تكون المشكله اللي عندك دي مشكله صعبه شويه ومش اي حد يكتشفها. بنبقى عارفين اذا كان في حاجز رحمي، اذا كان في تليف، اذا كان في عيب خلقي، دي كلها مشاكل بتاخر الانجاب، ولكن مين بقى يقدر يكتشف المشكله دي من الاساس، ومين يعرف يعمل لك كل يعني كل التقنيات الحديثة ويحضر لك يعني غرفة العمليات الصحيحة اللي تكون معقمة اللي هي توصل معاكي لأعلى نسبة نجاح في الحقن المجهري. خلينا بقى النهاردة ناخد معلومة مهمة من ضيفة فقرتنا ان الناس كلها بتحبها وانا كمان بحبها، وهي حد بجد قريب جدا من قلوب ناس كتير قوي وسبب فرحة الناس كتير قوي، دكتورة هبة ناصف استشاري النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، استشاري الحقن المجهري داخل مستشفى الولايات العربية المتحدة. أهلا بيك يا دكتور، منورانا. أهلا بيك يا ميري. يمكن أسباب تأخر الإنجاب كتير، ولكن أنا عايزك تكلميني عن الأسباب اللي هي صعب حد يكتشفها. يعني لازم حد عنده الخبرة الكافية، لازم كمان مش بس خبرة، لازم في تقنيات حديثة بتظهر إن في مشكلة ما حدش كان عارفها. تمام. فايه الحاجات دي؟ تمام. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت يا ميري ان احنا خلاص طالما انا قررت ان انا هعمل حقن مجهري للزوجين دول، خلاص انا بستبعد، ماليش دعوه بالمشاكل اللي عندهم، ايه المشكله بالظبط اللي عندهم اللي منع الحمل من الداخل، انا قررت ان انا اعمل لهم حقن مجهري، يبقى انا بس بدور على ايه المشاكل اللي عندهم اللي ممكن تعوق نجاح عمليه الحقن المجهري. من ضمن بقى المشاكل دي ان انا بعمل لها تحاليل شامله اتاكد ان ما عندهاش مثلا فيروسات، اجسام مضاده، مشاكل تمنع الحمل، مشاكل تعمل مثلا اجهاض بدري للحمل. ده برضو اتكلمنا عن ان انا ممكن اعمل كروموزوم الكاريوتايبنج او تحاليل وراثه لها هي وجوزها لو في مثلا اجهاض متكرر او بينجح الحقن المجهري بس بينزل بدري في اول شهر او اول شهرين. يعني لو الحقن المجهري نجح وبعدين بعد شهر شهرين حصل حاله اجهاض، تمام، يبقى ده ممكن يكون، تمام، سببه ان في عوامل وراثيه في الجنين بالظبط، عنده تشوهات او حاجه زي كده، فده ما بينجحش الموضوع. تمام. يعني احنا قلنا ان في حاجه بتكتشفيها ازاي يا دكتور؟ مبدئيا ممكن اعملها تحليل وراثه، يعني الحالات اللي هي الاجهاض المتكرر او اللي بينزل بدري في اول شهر او شهرين بعد العمليه، غالبا بيبقى خلل في الكروموسومات بتاعه الجنين ده، فيا اما اعملها تحليل وراثه لو هي ما عندهاش مشاكل داخليه خالص او تحاليلها كلها سليمه هي والزوج، ممكن اعمل تحليل وراثه ليها هي ولجوزها لو لقيتهم كويسين. ممكن قلنا عن طريق التقنيه ان انا بحلل الجنين قبل ما بزرعه اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، باخد خليه بشعاع الليزر من كل جنين وبشوف الصفات الوراثيه بتاعت الجنين او ايه المشاكل الجينيه اللي موجوده في الجنين ده. أوكي. الاجنه اللي هي شايله او عندها مشاكل جينيه دي ما بزرعهاش، والاجنه السليمه بزرعها. دي من ضمن الاسباب. قلنا برضو من الحلقه اللي فاتت من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل لي اجهاض بدري او تخلي الجنين ما يثبتش فاول بعد ما بعمل العمليه على طول، لو في مشاكل داخليه في الرحم انا ما اكتشفتهاش قبل كده في عن طريق الكشف على السيده دي. اوكي. يعني مثلا قلنا خطوه المنظار الرحمي دي مهمه قوي، انها بتشخص لي حاجات كتير ما كنتش بقدر اشخصها قبل كده، يعني حتى عن طريق الاشعه الرباعيه كان في حاجات ممكن ان انا ما اقدرش اشخصها عن طريق السونار، زي مثلا لو في ورم ليفي او لحميه صغيره داخل بطنه الرحم، قلنا عن طريق المنظار الرحمي ممكن اكتشفها وممكن استأصلها قبل العمليه. طب وفي
معلش يا دكتور، هل في يعني اماكن غير مثلا احنا عارفين المستشفى الولايات العربيه المتحده هي فيها كل التقنيات، ممكن حد يروح مكان تاني يتحضرها لعمليه حقن مجهري وما تعملهاش منظار رحمي ويبقى عندها لحميه وده ياخر يعني يبوظ العمليه خالص؟ احنا قبل كده ما كناش بنعمل المنظار الرحمي ده روتين لاي حاله، اللي كنت بشك بس مثلا ان ممكن الفور دي بتاعها مبين لي ان في مثلا حاجز رحمي او رحم ذو قرنين، دي الحالات اللي كنت بس بعمل لها منظار رحمي. لكن دلوقتي انا بعمله روتين لكل الحالات، وقلنا ان هو رفع معانا نسبه النجاح قوي في الفتره اللي فاتت دي. حتى لو انا ما اكتشفتش ان عندها مشكله، جاست بس ان هو يعني انا عن طريق المنظار الرحمي عملت تحضير بسيط للمكان اللي هزرع فيه الجنين واطمنت برضو ان مفيش مشاكل. من ضمن برضو المشاكل اللي بدانا نكتشفها كتير قوي في الفتره اللي فاتت لما بدانا نستخدم عمليه المنظار الرحمي قبل الزرع، وجود حاجز رحمي، ده ما كناش بنكتشفه قبل كده برضو. يعني ممكن سيدات كتير عندها حاجز جوه الرحم او رحم ذو قرنين، او يعني بيبقى الرحم مقسوم نصين. دي من ضمن الحالات اللي ممكن لو كنت اجي ازرع الجنين ممكن ما يثبتش او يثبت بس يحصل لها اجهاض بدري. فدي برضو من ضمن الحاجات المنظار الرحمي قدر يحلها، ان انا ممكن في وقت في نفس العمليه اقدر ان انا استأصل المنظار ده وبعد كده باجل الزرع شويه. يعني بكون لو انا محضراها للعمليه باجل زرع الاجنه شهر او شهرين، بمشيها على علاج هرموني يعيد بتنه الرحم تاني في المكان اللي انا عملت فيه استئصال للحاجز. يعني الحاجز ده احنا بنستأصله بالظبط، وفي ناس في سيدات اصلا ما بتبقاش عارفه ان هي عندها الحاجز ده. طبعا طبعا فبيبوظ الدنيا خالص معاها، بيخليها تعمل حقن مجهري كتير وبيفشل وما تبقاش عارفه. بالظبط ممكن بستأصل الحاجز عن طريق المنظار، ما بضطرش لجراحات او حاجه. ومشيها على علاج هرموني قبل الزرع بشهرين، ده بيعيد بطنط رحم تاني قبل ما بزرع الاجنه. كل دي اسباب يا ميري كانت بتأدي قبل كده لفشل العمليه، بدأنا ان احنا دلوقتي نقدر عن طريق الاساليب اللي بدأنا نستخدمها حديثا ان احنا نكتشف الاسباب ديت ونعالجها بدري قبل ما نزرع الاجنه. قلنا برضو لو في مشاكل في الجنين نفسه اقدر ان انا ازرع الاجنه السليمه وازرع واسيب الاجنه اللي هي فيها مشاكل. فكل دي حاجات رفعت عندنا قوي نسبه النجاح في الفتره الاخيره. بنسمع عن حضرتك ومستشفى الولايات العربيه المتحده ان الناس بتجيلك من كل المحافظات، في كمان ناس بتجيلك من بلاد عربيه. لو انا عايزه يعني احضر السيده دي او اخليها تعمل تحاليل، يعني تيجي وقت قد ايه؟ لان السؤال ده اتبعت لي كتير قوي على صفحتي انا الخاصه واتقال لي ان انا اساله لك، ان لو هي بره مصر وعايزه تيجي تعمل حقن مجهري تاخد يعني تحجز وقت قد ايه تقعد جوه مصر؟ طبعا على حسب سن الزوجه، يعني كل زوجين اول ما بيجوا لي بعد ما بكشف عليهم وبعد ما بشخص حالتهم بشوف ايه البروتوكول المناسب ليهم على اساس حاجات كتير قوي، على حسب حالتهم، على اساس ايه المشكله اللي عندهم، هل هي في الزوج ولا في الزوجه، على حسب سن الزوجه. يعني مثلا لو المشكله اساسا في الزوج، لا ده انا ممكن احتاج ان هو ياخد علاج قبل العمليه بثلاث شهور. لو المشكله في الزوجه زي ما احنا لسه قايلين مثلا في مشكله داخليه حاجز رحمي او كده، دي برضو انا بعمل لها العمليه وبعد كده باجل الحقن المجاري او باجل زرع الاجنه لحد ما اديها علاج لبطانه الرحم. برضو على حسب سن الزوجة، في حالات بستخدم معها شورت بروتوكول، في حالات اللي هي سنها متقدم شوية، في حالات يعني بستخدم معها لونج بروتوكول لو هي سنها لسه صغير، على حسب حالة المبيض بتاعها، تحليل الاي ام اتش، يعني في حاجات كتير. بس هو يعني في المتوسط العمليه طالما انا خلاص يعني قررت ان انا هبدا العلاج او يعني عالجتها وهبدا عمليه الحقن المجهري، العمليه نفسها ما بتستغرقش حوالي شهر بالكتير قوي او خمس اسابيع بالكتير قوي، من اول ما بنبدا تحضير للحاله لحد ما بنزرع الاجنه. وفي خلال الشهر ده هي بتجي لي حوالي خمس ست زيارات، كلها زيارات بسيطه بتيجي تخلص الخطوه المطلوبه منها وتروح، مفيش جراحات، مفيش قعد في المستشفى، مفيش حاجه تستدعي انها لازم تنام في المستشفى لفتره طويله، كلها خطوات بسيطه قوي بتيجي تخلصها وتمشي على طول. لكن هي هتقعد قد ايه لحد ما اخلص العمليه دي برده بتتوقف من حاله للتانيه على حسب حالتها. بالظبط. لو هنتكلم عن التوائم برضو مستشفى الولايات العربية المتحدة، هي دايما الناس تقول لك أصل أنا توأم اتنين توأم تلاتة، قلتي لي مرة إن كان في حالة حصلت معاها مشاكل كتير قوي وما تمش موضوع الحقن المجهري، كانت بره المستشفى، أول ما جت المستشفى كانت حامل في تلاتة وأنت كانت المتابعة معاكي دي مهمة، كلمينا عن المتابعة يا دكتور، هي مهمة قد إيه في الحقن المجهري؟ بصي يا ميري، هو إحنا بعد ما بنزرع الأجنة وحصل حمل خلاص زيه زي اي حمل. يعني في معتقدات كتيره قوي عن عمليه الحقن المجهري،
ان لازم طول التسع شهور تنام على ظهرها ولازم تاخد مثبتات طول التسع شهور، وده بيبي ممكن يكون فيه مشاكل لانه طفل انابيب وحاجات كده غريبه بنسمعها. لا، هو زيه زي اي حمل، يعني مجرد ان الحمل ثبت بعد 15 يوم من زرع الاجنه وحصل حمل خلاص زيها زي اي حمل، تعيش حياتها طبيعي بالظبط. حتى التعليمات اللي كنا مدينها لها بخصوص الاكل والشرب واللايف ستايل بتاعها، انها تبعد عن الكيميكالز والملوثات والمواد الحافظه. انا عارفه ان انتوا ليكم تكنيك كده، في منظفات معينه انتوا بتمنعوها، وده على فكره بيرفع برضه من نسبه نفسها. النجاح يعني حتى عندنا داخل المستشفى نفسها احنا في كيميكالز ما بنستخدمهاش خالص في التنظيف. في عندنا تقنيه الفريش اير او منقيات الهواء، بننقي الهواء نفسه اللي في معمل الاجنه وفي العمليات وفي معمل اطفال الانابيب، لان احنا عارفين ان الاجنه دي حاجه فاين قوي، يعني اي كيميكالز بتاثر عليها. بنطمن برضو من ناحيه الزوجين ان الزوج ما بيدخنش، بديها تعليمات بحيث ان انا انقي جسمها من اي ملوثات في الفتره اللي بنعمل فيها العمليه. بعد كده مجرد ان الحمل ثبت بعد 15 يوم من العمليه ونجح، طلع التحليل ايجابي، بقول لها خلاص كل الحاجات دي عيش حياتك عادي جدا، كل اللي انت عايزاه اعمل اللي انت عاوزاه، بس بشرط زيه زي اي حمل بقى. يعني انا باي حامل بتجيلي سواء حقن مجهري او متابعه حمل عاديه، بقول لها تبعد عن المواد الحافظه بس. يعني احنا بنقول لاطفالنا صغيرين ما تشربوش العصاير المحفوظه، لا بنشرب عصاير فريش كده، هي المواد الحافظه بس اللي مش كويسه على الحمل، لكن ترجع تاني تاكل تاكل عادي وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا. بس التعليمات دي شيء مهم، لان انا التعليمات دي ممكن تكون يعني نسب كبيره من نسب الحمل طبعًا. النجاح قصدي ان هي بتعلي نسبه نجاح الحقن المجهري. لو هرجع تاني لسؤالي اللي هو لو توائم، انتم مشهورين قوي بالتوائم داخل المستشفى دي، اتنين تلاتة بيبقى ليها المتابعه حساسه اكتر، يعني بتكون ادق اكتر؟ طبعا احنا كل ما بتكون الاجنه كويسه، احنا يعني المعترف بيه على مستوى العالم كله في اي مركز ان بيزرع في الحقن المجهري تلات اجنه، مفيش حد بيزرع اكتر من كده، يعني صعب قوي ان احنا نزرع اربعه او خمسه، احنا بنزرع تلاتة عندنا، ما بنزرعش اكتر من كده. التلاتة دول لو حالتهم كويسة وحالة الرحم كويسة ممكن التلاتة يثبتوا. في بعض الحالات ممكن اتنين بس اللي يثبتوا، وفي حالات تانية جنين واحد اللي يثبت، فعشان كده نسبة التوائم اللي هو اتنين وتلاتة دي عالية قوي. يعني في حالات كتير، فطبعا دي بتحتاج متابعة خاصة وقت الحمل. برضو زيها زي أي حالة حامل في توأم، بس كمان ده بيبقى بقى يعني حمل عزيز قوي علينا، فاحنا المتابعة فيه بتبقى مهمة. يعني التوائم طبعا لها مشاكل سواء حمل طبيعي أو حقن مجهري، وبيبقى محتاج رعاية خاصة طول فترة الحمل، فده طبعا احنا يعني لو خسرناه بتبقى يعني خسارة جامدة، فعشان كده احنا بنحافظ عليه قوي. بيحتاج متابعة جدا مهمة جدا في أول 3 شهور وفي تاني 3 شهور وفي آخر 3 شهور. طبعا الزيارات نفسها بتاعة المريضة اللي هي بتبقى اكتر من اللي هي حامل في من العادي. بس الحمد لله يعني الحمل بيكمل وبنشوف توائم بسم الله ما شاء الله زي القمر، وكمان خصوصا ان انا كمان بعلق على نقطه السن، يعني بنسمع ماشي احنا عايزين الناس تروح سن بدري، ولكن برضو بيبقى عندك حالات يا دكتور متاخره وهي عملت عليها يعني الله يكون في عونها، والحقن فشل في مكان تاني وجات لك والسن كبير والعمليه نجحت. ايه اللي بيفرق بقى يا دكتور؟ ده بيبقى مثلا التشخيص غلط، التقنيات الحديثه ما كانتش موجوده في المكان اللي عملت فيه، زي ما انت قلتي في تعليمات ممكن تكون ما مشيتش عليها، ايه سبب الفشل الحقن المجهري لو حد ما عندوش خبره كافيه؟ هو طبعا احنا قلنا ان سن الزوجه برده مهم قوي، يعني في سيدات يعني بيقعدوا يجربوا في حاجات كتير قوي، تعمل منظار، تعمل تاخد نشاطات كتير قوي، وخايفه يعني تتجه لخطوه الحقن المجهري. كان في مثلا ناس تقول لا انا خايفه العمليه دي ممكن، يعني في ناس بتخاف انها ممكن تكون عمليه صعبه تتعبها، يعني في حالات طبعا يعني كل حاجه ولها، يعني في حالات بتوصل فعلا انها بتتعب جامد في العمليه دي، بس مش كل الحالات. يعني الحالات مثلا بتدخل في مخاطر تهيج المبيضين او كده، دي الحالات اللي يعني مثلا في ناس بتبقى جايه تقول لا انا شفت حاله تعبت جدا في عمليه الحقن المجهري، بقول لا دي كان لها ظروف خاصه، كان عندها مثلا تكيسات، خدت منشطات زياده عن اللزوم في العمليه، حصل لها تهيج في المبيضين فتعبت فعلا في العمليه. لكن طالما انا اخترت البروتوكول المناسب ليكي، الهدف بس ان انا اجيب منك اجنه كويسه، فاديكي منشط او منشطات يعني في الحدود اللي انا عاوزاها، انها تديني بويضات كويسه، مش بكتر البويضات، اهم حاجه تكون بويضات جودتها كويسه تديني جنين كويس.
انا بشكرك جدا يا دكتور، ودايما في نجاح ودايما مشرفانا طبعا، وده اللي انا دايما بحب اقوله لاي ضيف بيجي لي، هو فعلا يعني عامل مردود مع الناس والناس بتحبه وعامل نجاح كبير جدا، ونجاحه كمان بيزيد مش واقف في مكانه. بشكرك جدا يا دكتور ونورتينا. ميرسي يا مير. بنشكر دكتوره هبه ناصف، استشاري النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعيه الامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، استشاري الحقن المجهري داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده. وانا كمان بشكركم، دايما خليكم فقرات جديده مع الطبيب. يا مساء السعاده والجمال على كل مشاهدي برنامج الطبيب. مفيش شك دلوقتي ان كلنا مبقاش عندنا ثقافة التجميل، يمكن كان زمان موضوع التجميل ده شوية بيكون مغجل، او لو حد راح عمل حاجة في وشه ورجع مثلا خدود وقعت، شفايف مثلا عايز يعمل فيها فوليوم، بيبقى مستخبي كده، وبنبقى سامعين دايما ان الثقافة دي بتبقى يعني اكتر ومنتشرة، والناس بتفتخر برا مصر بيها. يعني لو واحدة برا مصر في لبنان عملت حاجة تقول انا عملت، لكن دلوقتي احنا وصلنا للثقافة دي، لان احنا بنبقى متأكدين ان التجميل مش بس ان انت تبقي وحشه وبعدين تروحي تجملي في شكلك، لا، التجميل ممكن يكون مثلا في عوامل مؤثره، سواء بقى حصل زواج، حصل ولاده، حصل حمل، سواء مثلا كنت تخينه وخسيتي، يعني في عوامل بتاثر في شكلي بتخليني وشي يتهدل، مبقاش فيه نضاره، حاجات كتيره قوي هنعرفها النهارده من دكتورتنا الجميله، اللي الناس خلاص يعني بقت بتستنى فقرتها. كمان ناس كتيره قوي بتبعت لنا مسجات وبتسالنا من بره مصر ان هي عايز تتعامل معاها وتجي لها ازاي، عشان كده النهارده احنا هنتكلم معاها في نقط مهمه جدا هتفيدنا كلنا. خلينا نرحب بضيفة فقرتنا دكتورة أمينة البدري، استشاري التجميل والجلدية بمركز أمينة كلينك، عضو الأكاديمية الدولية للخيوط، عضو الجمعية الأفرو آسيوية للتجميل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ تمام، عاملة إيه؟ حضرتك الناس خلاص بقت بتستناها، ويعني اتصالات كتيرة ومسجات كتيرة بتجيلي أنا شخصيا، ولكن النهاردة كان الإقبال أكتر على البلازما فيلر. يعني إيه دكتور بلازما فيلر للي مش عارف المعنى الحقيقي ليها؟ تمام، البلازما فيلر هي نفس فكرة حقن الفيلر. الفيلر اللي احنا عارفينه اللي هو مادة بنحقن علشان تملى، مادة مالئة، فبنستخدمه علشان نملى الخدود، الشفايف، نملى أي منطقة عايزة تتملي سواء في الجسم أو في الوجه. الفكرة في البلازما فيلر إن هي مصنعة من دمنا، يعني احنا بناخد الدم من دم العميلة نفسها بنفصله في جهاز، ده بيفصل الصفائح الدموية دي اللي هي كده البلازما العادية، بعد كده بندخلها جهاز تاني اللي هو جهاز تصنيع الفيلر بيحولها لجل، فبتكون نفس الفيلر بالظبط. طيب ده فيديو موضح يا دكتور؟ اه بالظبط، هنا معانا الفيديو، هنا بيورينا الاول طريقه الفصل. احنا بنسحب عينه عاديه جدا زي اي عينه دم، وبندخلها اول جهاز هنا، ده اللي هيفصل الصفائح الدمويه. لحد هنا في ناس عارفه ان هي دي اسمها بلازما، لكن الفكره ان احنا بندخلها بعد كده جهاز تاني، ده اللي بيحولها لجل فبتتحول لفيلر. نقدر بقى ناخدها نملى بيها، نحطها في اي مكان سواء تجاعيد او ملي. طيب يعني حضرتك قلتي معلومه مهمه قوي، ان فعلا البلازما ممكن يعني احنا مش باخدها وبحطها بس، لا، في اجهزه معنى كده ان مركز امينه كلينك في التقنيات الحديثه دي اللي بتحول البلازما لفيلر. بالظبط، هي طبعا دي من احدث التقنيات واحدث الاجهزه اللي موجوده دلوقتي. طيب حلو قوي، انا بقى عرفت دلوقتي البلازما ممكن تتحول لفيلر، تتحقن بقى فين؟ ايه المناطق؟ تمام، هتتحقن في اي مكان زي حقن الفيلر بالظبط، يعني اي منطقه عايزين نعالج التجاعيد فيها او عايزين نعمل فوليوم. يعني مثلا واحده كان وشها مليان وخس، فهي عايزه تعوض الدهون اللي هي فقدتها، هنا بنحقن بلازما فيلر او فيلر. ممكن نملى بيها الخدود، نرفع نعمل كونتور او ان احنا نعمل فوليوم. الشفايف نفس الموضوع، ممكن نعمل فوليوم او بس تحديد. ممكن نحطها في الوش من تحت اللي هو تحديد الفك. ممكن نحطها في الانف لو في ناس عندها اعوجاج في الانف، هي حاجه هتملى، هي ماده مالئه، فتحطيها في اي منطقه عايزه تمليها. نفس الموضوع برده ممكن نحطها في الايد. طيب معانا الصوره يا دكتور، ايه اللي تم هنا؟ يعني ده حقن بلازما فيلر؟ بالظبط، ده حقن بلازما فيلر في تجويف العين، من المناطق اللي هي الدهون فيها بتقل بسرعه المنطقه اللي تحت العين. فهنا احنا عايزين نعوض الدهون اللي احنا فقدناها، فبنحقن سواء الفيلر او البلازما فيلر. هنا في الصوره اللي معانا طبعا ده حقن بلازما فيلر. طيب وكمان معانا صوره شفايف، نفس الموضوع برده شفايف، هنا عملنا فوليوم شويه وتحديد للشفايف. واي منطقه برده ممكن نعمل في الخدود، ممكن نشد الخدود لفوق، هي غير ان هي بتملى
هي في نفس الوقت بتدي نضاره، يعني احنا بناخد فوائد البلازما العاديه. احنا عارفين ان البلازما بتحفز الكولاجين وبتعمل نضاره في البشره، بتشتغل على علاج الهالات الندبات، بتخلي الوش منور. فلو عملنا بلازما فيلر يبقى نفس الموضوع، خدنا فوائد البلازما ونقدر كمان ناخد معاها فوائد الفيلر اللي هو المالي وعلاج التجاعيد. يعني كمان ميزه. طب طمنينا بقى، هي بتقعد قد ايه؟ المده قد ايه؟ يعني انا حقن تاني امتى؟ هو يعتمد طبعا على حسب مشاكل البشره وعلى حسب الكميه اللي احنا عايزين نوصل لها. يفضل ان احنا نحقن 3 جلسات ورا بعض بمعدل جلسه كل شهر. البلازما من الحاجات اللي هي هتعالج، هي علاجيه، فانا بعالج من الاعماق، يعني بمسك طبقات الجلد الداخليه دي كلها وابدا املاها، فمره في مره بنقدر ان احنا نبني طبقات الجلد كلها. طيب لو انا دلوقتي قاعده بتفرج وشايفه طبعا اهي الفيديو معانا وان ده فعلا بلازما فيلر بس مني انا بالظبط، مش ماده خارجيه. لا مش ماده خارجيه. السؤال اللي هيجي في ذهني، طب ايه الفرق ما بين، يعني هاجي اسال حضرتك، ايه يا دكتور الفرق ما بين الفيلر العادي والبلازما فيلر؟ الفيلر العادي دي هتكون ماده جاهزه، يعني مش هناخد اي حاجه، مش هنسحب منك دم ولا اي حاجه، الماده موجوده جاهزه. يعني لو حاله مثلا عايزه تعمل شفايفها، فهي مجرد ان هي هتقولي انا هحقن الشفايف هنجيب الفيلر الماده الجاهزه دي ونحقن على طول، يعني مش هناخد وقت في ان احنا نصنع اللي هو تصنيع الفيلر مع البلازما. لكن البلازما زي ما شفنا مراحل فصل الجهاز ان هي بتدخل جهازين، فبتاخد وقت شويه علشان نصنع الماده نفسها. مده الحقن نفسها هما الاثنين نفس المده تقريبا 15 دقيقه نقدر نحقن اي منطقه، لكن هيكون الفكره في الفصل نفسه. البلازما فيلر ممكن تاخد ساعه او ساعه ونص لحد ما نجهزها. الفيلر الجاهز خلاص هي دي ماده جاهزه هناخدها نحقن بيها على طول. طبعا النتيجه الاثنين واحد، لكن الفرق البلازما فيلر بتديني اكتر نضاره وبتقعد معانا مده اطول لان احنا بنحط كميات اكتر، لان انا بسحب الدم فبيكون معايا كميه اكتر من الفيلر العادي. الفيلر العادي بيكون سنتي 2 سنتي على حسب ما احنا هنحدد. بلازما فيلر ممكن ناخد كميه اكتر شويه فنقدر ان احنا نشتغل على كذا منطقه. وطبعا نتيجة الحقن سواء في الفيلر أو البلازما فيلر بتعتمد على طريقة الحقن نفسها. يعني في ناس بتقول هي حقنت فيلر وما حستش بفرق أو ما حستش بنتيجة. ده يعتمد على الحقن نفسه، أنا لازم بحقن في عمق معين علشان أخد النتيجة اللي تقعد معانا يعني فترة طويلة. يعني ده بيرجع لقلة خبرة الدكتور. أكيد طبعا. كل ما الدكتور عنده خبرة ودارس تشريحة الوش العلمية بيعرف هو المكان ده هو اللي يظهر اكتر. صح طبعا كده؟ طبعا. وهتقعد معاكي في الوقت ده مده اطول، يعني احنا بنقول مده الفيلر ليه مده معينه، لكن لو اتحقن سطحي ما اتحقنش في المنطقه المطلوب ان هو يتحقن فيها. لا طبعا ده بيروح بدري، ما بيقعدش المده دي. كمان الماتيريال نفسها لازم تكون كويسه جدا، لانه الكواليتي مش كويسه نفس الموضوع مش هتديكي نتيجه مرضيه. لازم فعلا نفس التقنيات طبعا. الحديثه اللي داخل المركز عند حضرتك كله بيشهد بيها بصراحه، لان مش أكيد. جهاز شكله خلاص، لا شكله مضمون بالزبط. يعني منشاه، يعني اللي هو الجهاز الاصلي بالمعنى طبعًا العربي يعني. طبعا لازم الجهاز طبعا هيعتمد على الجهاز، بالنسبه للفيلر هيعتمد على الماتيريال بتاعت الماده نفسها. الحاجات دي كلها مجتمعه هتديكي في الاخر النتيجه اللي انت عايزاها. طيب ننتقل بقى للمهم جدا، وبيوتي جولد 24 قيراط كريم الذهب بمعنى اصح. تمام. هل كريم الذهب يا دكتور او بيوتي جولد يعني جماله او سحره للبشره ان هو بيدي مفعول سريع جدا وجايب اجابه حلوه قوي مع ناس كتير قوي ومحقق نجاح واقبال عليه شديد جدا؟ ده بيرجع ان التكوينه بتاعته يعني من مواد كتيره قوي، يعني في مثلا ماتيريال كتير قوي، ولا ده بيرجع لايه؟ طبعا السر التركيبه بتاعته ان هو مصنع من فيتامينات كتير ومعادن مهمه جدا للبشره. يعني تقريبا في كل الفيتامينز اللي البشره محتاجاها، في تقريبا 18 ماده فعاله واكثر من 55 عنصر طبيعي. هو الفكره ان احنا بشرتنا دايما محتاجه كولاجين، محتاجه هايلورونيك، محتاجه فيتامين سي اي اي، الحاجات دي كلها بتبدا تقل مع الوقت. احنا بنتعرض لشمس كتير، العوامل النفسية كمان، مثلا بنحط مكياج كتير، مش بنهتم بالبشرة، سوء التغذية، كل الحاجات دي بتبدأ تقلل المواد الأساسية اللي موجودة في البشرة. لما بتقل المواد دي الحل ايه؟ ان احنا طبعا نكتب روشتة يكون فيها مواد كتير جدا، يعني انا محتاجة للبشرة كولاجين، محتاجة هيلورونيك، محتاجة فيتامينات، محتاجة حاجات مغذية للبشرة. فكانت المشكلة ان التكلفة هتكون عالية، وفي نفس الوقت النتيجة بتكون بطيئة لان احنا مش بنعرف برضو نكتب كل حاجة. ففكرة كريم بيوتي جولد ان كل المكونات دي موجودة فيه. طبعا هو مصنع بتقنية النانو تكنولوجي، دي الحاجة اللي هي تقدر توصل لطبقات الجلد العميقة. كمان العلماء اكتشفوا ان جزيئات الذهب
جزيئات مش بودرة الذهب أو مية الذهب دي تقدر توصل لأعمق طبقة في الجلد، بالتالي بتجدد الخلايا الميتة وتكون خلايا جديدة. تكوين الخلايا الجديدة ده طبعا بتكون البشرة خلاص كأنها لسه مولودة، انت شلتي الخلايا القديمة خالص وكونتي خلايا من أول وجديد، فكل ده مع بعض هو اللي ادانا سر التركيبة. ده هنقدر بقى نشتغل على علاج الهالات، على علاج التجاعيد، ترهل البشرة، الحب الشباب، الرؤوس السوداء، هنشتغل على كل المشاكل اللي أساسا ظهرت بسبب نقص المواد دي في البشرة. حلو جدا. قلتي كمان كلمة مهمة قوي يا دكتور، ان انا مش هفضل اكتب كل الماتيريال دي يعني كالسيوم، وحتى لو كتبناها يعني انا مش هفضل ماسكة مثلا 10 انواع يعني ولا 20 نوع وافضل احط كل شوية. معلومة بجد مهمة جدا لينا يا جماعة، لازم نستفيد بالكلام ده. طيب معنى كده يا دكتور ان انا ممكن لو حد سمعنا افضل اخد المواد دي لو انا اندمجتها على بعض هتدي المفعول ده؟ او لا طبعا، هو دي حاجه معموله، التركيبه معموله بتقنيه عاليه جدا، اكتر من دكتور اشترك فيها، معموله بنسب معينه. يعني لو انا غيرت تركيبه عنصر او حطيت عنصر قبل عنصر اكيد النتيجه مش هتكون مظبوطه. يعني لازم نمشي على التركيبه بالظبط، الخبراء الاجانب عملوها علشان ناخد، انا طالبه ان انا اعمل نتيجه سريعه وفي نفس الوقت اسرع حاجه وافيد حاجه للبشر. فدي معمولة بنسب دقيقة جدا، يعني تركيبة طبية علشان تقدر تديني النتيجة اللي أنا عايزاها. طيب على صفحتنا بقى كل الناس بتسألنا على الكريم ده، أنا نفسي خلاص مجرباه ولكن أنا سني المتراوح المتوسط. طيب. ولكن بقى كل البنات والشباب أنا عايزين نعرف من السن من البداية يعني يكون سني كام لحد سن كام ما ينفعش استخدمه ولا ده عادي متاح للكل؟ طبعا هو مناسب لجميع انواع البشره. اي سن نقدر نستخدمه لان مشاكل البشره ملهاش سن معين. احنا عندنا مشاكل بتظهر من احنا صغيرين جدا، يعني من اول 18 سنه البشره في الوقت ده بتكون نضره بيكون فيها شباب. لو احنا في السن ده بدانا ان احنا نستخدم كريم بيوتي جول ده هيحافظ على بشرتنا، هنمنع التقدم في السن. يعني هي حلوه جدا ان احنا نستخدمه كوقايه من واحنا صغيرين وكعلاج طبعا للناس اللي عندها اي مشكله من المشاكل اللي احنا قلنا عليها. طيب عايزين نفيدهم اكتر يا دكتور، وبرده ناس سالتنا عن طريقه الاستخدام، لان انت عارفه بقى في ناس مثلا تحط بطريقه كده، في ناس هي عارفه لا انا عايزه الطريقه الصحيحه لاستخدام بيوتي جول. تمام، علشان نستفيد منه اكتر استفاده المفروض ان احنا نستخدمه مره واحده مساء. تمام، بنستخدمه بقى على الوجه، على الرقبه، على الايدين، على اي منطقه في الجسم عاوزه تعمل لها تفتيح او شد، المناطق دي كلها بيشتغل فيها. في نفس الوقت احنا مطلوب ان احنا نمشي عليه 3 شهور يوميا لمده 3 شهور عشان تاخدي افضل نتيجه. بعد كده لو وقفتي مش هيحصل اي ضرر، البشره هتكون استفادت جدا، ولو كملنا احنا بنحافظ بندي بقى البشره يوميا تغذيه وعنايه. ولكن نقط معينه يعني مش كميه كبيره؟ لا مش كمية على الوجه عشان ما حدش يفهم ويخلصوا يا جماعه ده في ذهب جزيئات ذهب يعني تكوينه غالي مش بالظبط، يعني هي نقطه واحده هتكفي البشره كلها. هتكفي البشره بالزبط. طيب حضرتك قلتي ان هو بيفتح، ممكن يصلح للمناطق الحساسه ان هو يفتحها؟ طبعا يستخدم للمناطق الحساسه، مش بيفتح بس وكمان بيفتح وبيشد، فهو بيكون حلو قوي في المناطق دي ان هي مع الوقت بيحصل فيها ترهل. ممكن الركب، الكوع، الاماكن اللي هي بتكون غامقه قوي بيفتح وفي نفس الوقت بيدي نعومه. حلو قوي. بنستخدمه كمان للاستريتش مارك اللي هي العلامات اللي بتظهر بعد الحمل او الولاده، بيضيعها كل الحاجات دي. طبعا بيشيلها. هايل. طيب الناس بقى اللي بتبقى مثلا حابه ان هي يعني تستخدمها بس هم بيحبوا يعملوا فيلر وبوتوكس فخايفين يتعارض معاه، يعني بقول لك هل لو انا عامله فيلر او بوتوكس الكريم ده بيتعارض بيوتي جول؟ لا بالعكس خالص، ده هو مفيد جدا مع حقن الفيلر والبوتوكس. احنا دايما بنقول ان احنا عايزين كولاجين يوميا طبعاً. للبشره. لو انا بستخدم كولاجين يوميا للبشره بالعكس المواد هتفضل معانا مده اطول. يعني انا بالعكس انا بنصح بيه الناس اللي هي حقنه فيلر وبوتوكس عشان الماده تفضل مده طويله. هيحافظ على نسبه الكولاجين والهيلورونيك اللي موجود في الماده. يعني كمان ده مقوي للفيلر والبوتوكس طبعا، معايا مش ضد معايا بالظبط. طيب لو 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 عايز اسالك السؤال اللي دايما بحب اساله لك وهم برضو مصممين عليه، انا عايز اقعد من غير ميك اب، عايز يكون وشي نضر، فبرضو استخدمه يوميا ولا في ناس بتقولي طب وشي كان حلو فقولي للدكتور نستخدمه مرتين؟
لا ومرتين، لا هو مره واحده كفايه. يعني انا مش محتاجه زي ما قلت لك، انا عايزه نقطه واحده دي هتكون كفايه، لانه مصنع بالنانو تكنولوجي. أوكي. نانو تكنولوجي يعني انا عايزه كميه بسيطه جدا هناخد الفايده للبشره. مع الوقت طبعا مع استخدامه هيقدر انه يشيل الخلايا الميته، يكون خلايا جديده للبشره، بالتالي هيفتح البشره، هيشيل اي رواسب موجوده او مسامات واسعه، هيشيل البقع اللي موجوده، فكل ده في الاخر بيخليكي ما تستخدميش ميك اب. هو كان تصريح معانا على الشاشه يا جماعه، تصريح كريم بيوتي جولد، وانا سعيده جدا يا دكتور، مش عارفه اقول لك ايه، بس كل عايزه اقوله لك ان انت بجد بتضيفي بجد في كل فقره حاجه جديده لينا وعن التجميل، ودايما تكوني وجهه لينا مشرفه بجد. نشكر دكتوره امينه البدري استشاره الجلديه والتجميل بمركز امينه كلينك، عضو الاكاديميه الدوليه للخيوط، عضو الجمعيه الافرو اسيويه للتجميل، وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.